قرية كالونيا. تقع قرية كالونيا إلى الشمال الغربي من مدينة القدس، وتبعد عنها حوالي 6 كيلومترات. بلغت مساحة أراضيها 4844 دونما. تحيط بها أراضي قرى ديرياسين، بيتكسا، لفتة، عين كارم، القسطل، بيت نقوبة، وبيت سوريك. تعتبر القرية ذات موقع أثري يحتوي على أنقاض بناء معقود. وتحيط بالقرية من الشمال خربة بيت مزة، وفيها آثار وكهوف منقورة في الصخر، وبجوارها خربة بيت طلمة، وتضم آثاراً وأنقاض مبان. تقوم القرية على بقعة موصى الكنعانية وتعني الخروج. أما اسمها كالونيا فهو تحريف لكلمة كولونيا اللاتينية، والتي تعني مستعمرة، وتعود جذور ذلك إلى عهد الاحتلال الروماني، إذ أن قرية كالونيا هي الموقع الذي عسكر فيه الجيش الروماني عندما حاصر مدينة القدس في عام 70 للميلاد. وكانت القرية تمتاز بموقعها الجغرافي بسبب وقوعها على الطريق الرئيس بين القدس ويافا، ولهذا السبب اتخذ منها الثوار مركزا لهم بقيادة المناضل عبد القادر الحسيني. هدمت العصابات الصهيونية المسلحة القرية وشردت أهلها في عام 1948.